تيقول لي الا ما عندكش الفلوس ما غتنفذش هاد الحكم وغتقعد 20 عام. وريوني اين كنت غنمشي له، اين كنت غنطينا باب غنطرق نمشي. وريوني 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 يا ناس مسؤولين، وريوني ما غنمشي، وريوني واش كاين شي حكم ولا ما كاينش. وريوني الا كان شي حكم تبقوا الاحكام، نفذوا لي الحكم ديالي. ما كان شي حكم لي سير نلوح راسك البحر، نمشي نلوح راسي البحر. السلام عليكم، انا البوعبيدي عبد السلام، ساكن دوار العوامر ام عزه عين عوده. وردت واحد الارض عن الاب ديالي انا والاخ ديالي، ومشيت فرقنا حبية وما سميتو المحافظه رفضت لنا داك الفراق اللي فرقنا، اللي عن اللي وجود ما عندها الشروط، اللي ما عندها ما توفرش على هذوك الشروط. ونضر دعوه القسمه، حكمت لي الابتدائيه، حكمت لي الاستئناف، حكمت لي النقد. ملي جيت ننفذ جيت ننفذ هو عنده ناس، الناس اللي تيديروا معاه تيعاونوه تيديروا، حبسوا لي التنفيذ. انا تناشد من هذا المنبر جلاله الملك تنفيذ ما بغاوش ينفذوا ليا، حيت عنده نفوذ في مدينه، في محكمه تمارا عنده نفوذ، هذا السيد عنده نفوذ، وانا مصدر ديال العيش ديالي من ديك الارض، وهو عنده مانتو موظف في التعليم العالي تيربح مليون وزياده، وانا تناكل من ديك الارض وتنشرب من ديك الارض، وعندي عندي عندي ولادي تنصرف عليهم، وانا مريض، عندي الرأس مريض بالراس ومريض بالعمود الفقري، ما تنقدرش نخدم. سميتو منصور الرزق، هذاك الفلاحه اللي تنجيب اللي كنجيب ما بقيتش نجيبها، دابا مرامي لي على الارض، جزء ديال الارض ديالي مرامي على الغابه، مرامي على كل شيء، تيسرح فيه الغنم ديالو، تيقول لك الارض باقا ما مفروقاش. انا كنادي من هذا المنبر جلاله الملك، انا باغي حقي، ما بغاوش يعطيني حقي. ملي كنمشي لتمارا ترام علي الارض من جا الخبير حط الحجر، وداك الشيء ناض حيلاح الحجر حتى يحبس الخبير، ترام على جزء من الارض تيحرثوا دابا. وملي كنمشي انا للمحكمه تتبرؤوا، كنمشي للمحكمه كتبرؤوا، تتقول لا ما دارش هذا الشيء، واللي بغى اللي بغى يتاكد يخرج لعين المكان، يخرج لعين المكان ويشوف كل شيء. ناض ملي حكمت المحكمه اقترح الخبير الطريق، وهو اللي طلبوا يدوز ما بين المحطات السكنيه ديك الطريق، ناض بنا فيها واحد البني عشوائي. ملي تيخرج المنفذ تينسحب، خطره ينسحب، خطره هو يحبس الخبير، خطره يقول لك بنايات، وهي بنايات عشوائيه، بنايات لا تسوى شيء. حبسه ثلاثه الاحكام باسم جلاله الملك، واش هذا حق؟ فين نمشي؟ انا صديت جميع الطرق، جميع الابواب، تيسيطر لي المدينه، تيسيطر لي محكمه تمارا، وهو عنده داك المحكمه تمارا عنده فيها نفوذ. تمشي لمحكمه تمارا واش غنديروا لك؟ لا ملي تجي للعدل يقول لك اش غندير لك، اش غدير انت؟ تقتل راسك، تلاح في البحر، اش غدير؟ فينو العدل اللي وصى به جلاله الملك؟ تقول نفذوا الاحكام، ديروا الاحكام. وجلاله الملك خطابات متكرره، وتمشي لسميتي يقول لك نفذوا الاحكام، اللي تمشي لسميتك اش غندير لك؟ تمشي عند سميتك سير لهيه، سير لهيه، هذا سير لهيه، بغيت نشوف المسؤولين، ما تيتشافش هذا المسؤول، ولاش مديور في تمارا ملي ما تيتشافش؟ إذا خصنا حل هذه المشكلة، خصني حل هذه المشكلة. تنادي باسم جلالة الملك سميتو الناس المسؤولين يشوفوا لنا حل هذه المشكلة، أحكام كلها لصالحي، أحكام كلها. الخبير تيقول لهم أنا المسؤول، أنا المسؤول على هذا الشيء، أنا سميتو تتحمل مسؤولية هذا الشيء، وتيقين في المنفذ، المنفذ شاد 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 الفلوس بالعربية، المنفذ تيخرج بالفلوس. لا ما عطيتش الناس سميتو، هو الاخ تيقول لي الا ما عندكش الفلوس ما غتنفذش هاد الاحكام وغتقعد 20 عام. واش كاين شي حاجه اللي تبقى 20 عام؟ وانا من 2007 وانا في المحكمه، دابا مصدر عيشي ما صدتش مني نعيش، مني غنعيش؟ انا عندي الفلاحه هي اللي عندي، البهايم ديالي كلهم ماتوا، الغابه كلها كسارح فيها، عندنا كاليتوس زرعته الدوله في الغابه من 1980 سميت لحد الان باقي ما محسوكش، هو كله تيتحسك تيطيح. فين غنمشي؟ هنا قمت غادي نمشي له، قول لي وريوني هنا قمت غنمشي له، هنا قمت هنا باب غنطرق، هنا باب. مشيت لوزير العدل تيقول لي ما بقاش عندي مسؤوليه،
ما بقاش عندنا مسؤوليه على القضاء، ولا القضاء حر. واش القضاء حر يدير ما بغى ولا؟ راه هذه احكام باسم جلاله الملك، علاش حكموها؟ ملي ما ينفذوهاش علاش حكموها؟ خليوه سميتو، خليوه هو يعطيه الارض ديالي وديالو، يعطيه يتمتع هو. واش موظف مول الفلوس، مول الفلوس سيديروا ليه ما عندوش ليه الدرويش يمشي؟ اش يدير هاد الدرويش؟ ايوا انا تبعت غير المحاكم هذه اللي شديتو تنعطيه سميت المحاماه، والمحامي يقول واش غندير لك؟ راه عنده نفوذ، بالتالي تحاموا عليا ضربوني. انا تنعاني من راسي، برأته من المحكمه، حكمت عليا المحكمه انا بسميتو بالغرامه وبالحبس. كاين هذا الحكم؟ فين هذا الحكم؟ فينا هو؟ وريني هذا الحكم اللي تينادي به جلاله الملك، فينا هو؟ بغيت غنعرفه. تنشوف تنسمعوا في الاذاعه راه الحكم كاين، راه القضاء كاين، راه سميتو كاين، ويني ما كاينش في التماره، ما كاينش كليا. هاد الاحكام كل ما دازت في الرباط كل ما تحكمتش. راه جاب الله داك الوقيته ملي دعيت 2007 كانت المحكمه ديالنا في الرباط، تحكمت الاحكام سميتو، طبقوا القانون، خرج خبير سميتو، ملي رجع الخبير ينفذ تيصيب الدنيا. وانا رجل امي ما عارفش، تيقول كون يحبسني وانا امي ما عارفش. انا اول خطره تندخل المحكمه، انا كنت عايش غير مع الوالد ديالي تنسوق به وسميتو، ما عارفش هاد المحكمه ما عمري جربتها تل هذا. اش غندير؟ وريوني الحل اشنا هو. واش الا كان نسمح فيها نقول لي اسمح فيها ونسير بحالك، نمشي بحالتي. راني مرضت، راني عشت، راني مابقيتش نعس في الليل، مابقيتش نعس بسبب هذا الشيء. راني مرضت، راني جوعت ولادي وجوعت راسي وجوعت كل شيء. وعندي ارضي، انا عندي ارضي، ماشي ما عنديش، ماشي راجل درويش نمشي لماطيدي، انا عندي ارضي واني ممنوع منها. علاش؟ فين غادي نمشي؟ وريوني الناس المسؤولين، وريوني فين غنمشي، وريوني واش كاين شي حكم ولا ما كاينش. وريوني الا كان شي حكم، طبقوا الاحكام، نفذوا لي الحكم ديالي. ما كان شي حكم لي سير لوح راسك البحر، نمشي لوح راسي البحر. البحر اللي باقي تيقبل عباد الله، ما حتى حاجه ما تقبل. تمشي نبغي ندخل عند المسؤول تيقول لا كولورا غتعاديه. واش انا غتعاديه وانا ماشي شفت ديك كولورا الضرباني ديال الجوع وديال سميتو وديال الاحكام ديالي ما تنفذش؟ هذه راه اكثر من كولورا، راه ماشي كولورا، راه ولات مرض مع خطير. هذا راه مخاطير، هذا في المجتمع خطير. الا كانوا الناس كلهم في هذا تيمشيو للمحاكم وهذا الحكم ديالهم، راه ما كاين حكم بالعربيه، ما كاين حكم. وتناشد من هان من منبر جلاله الملك يدير حل هذا الشيء، يدير حل هذا الشيء ويدير مراقبه صارمه. راه ما كاينش الحكم، ما كاينش حتى حاجه. اللي عنده الفلوس كيدوز دايز راكب طاير، واللي ما عنده فلوس كحل ليه. انت تمشي غدوات سميتو فين ما مشيتي خاصك تصرف. وكان ناشد جلاله الملك والله يخليه لنا والله يطول له عمره، وكنطلبوه يدير لنا حل هاد المشاكل اللي حنا عاجلين تخبطوا فيها عايشين. واللي بغى واللي ما تاقش يجي العين المكان يشوف دوار العوامر، عين عوده ام عزه، يسول على بوعبيدي عبد السلام ويجي يشوف. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.